السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المشاهدين، يا رب تكونوا بخير. بالنسبة اللي بيتفرج عليا لأول مرة، ما ينساش اللايك والاشتراك في القناة، وأهم حاجة يفعل الجرس على الكل عشان يوصل له كل جديد. كل ما يخص الإلكترونيات منشرحات وأعطال، وكل ما يخص الترددات الفضائية على جميع الأقمار، وكل ما يخص الأحداث الرياضية والقنوات الناقلة له. تقام يوم السبت الموافق 3/7/2021 مباراة قوية جدا جدا في إطار دور الثمانية أو الدور ربع النهائي من بطولة كوبا أمريكا 2021. المباراة اللي هتجمع المنتخبين البرازيلي ومنتخب تشيلي، مباراة وحيدة هتتلعب في دور الثمانية يوم السبت بإذن الله. استطاع المنتخب البرازيلي أن يصل لدور الثمانية بعد حصوله على المركز الأول في المجموعة الثانية برصيد 10 نقاط، وآتى المنتخب التشيلي في المركز الرابع برصيد 5 نقاط في المجموعة الأولى. فمن المتوقع هتبقى أيضا مباراة قوية جدا. تقام المباراة في تمام الساعة 1 بعد منتصف الليل بتوقيت تونس والجزائر والمغرب، الثانية صباحا بتوقيت مصر وليبيا والسودان، الثالثة فجرا بتوقيت كل من مكة المكرمة والعراق وسوريا والأردن ولبنان وفلسطين، والرابعة بتوقيت الإمارات العربية. نيجي بالنسبة لأهم القنوات اللي هتذاع البطولة أو هتذاع المباراة دي وذاع بطولة كوبا أمريكا كلها بالمجان. قمر البلغاري موقع 2 درجة شرق، ويصل استقباله بأطباق تبدأ من 60 سنتي، وأمر جميل جدا في نقل الأحداث الرياضية، موجود على قنوات أرينا سبورت على تردد 12.380، معدل الترميز 30,000، والقطبية اتش أو هوريزنتال أو أفقي 12.380، معدل الترميز 30,000، والقطبية اتش أو هوريزنتال أو أفقي. تاني قمر معايا هو القمر التركي موقع 42 درجة شرق، بيصل استقباله بأطباق تبدأ من 70 أو 80 سنتي، موجود على قنوات هابر جلوبال، ودي بتشتغل واحدة بتشتغل على جميع الرسيفرات على تردد 12.380، معدل الترميز 27500، والقطبية في او فيرتيكال او راسي. تردد اخر لنفس القناة بس بيعمل على الاجهزة الاتش دي، يعني لازم يكون عند حضرتك رسيفر او شاشة عرض بتحتوي على رسيفر داخلي بتتعامل بنظام الاتش دي عشان تقدر تستقبل التردد ده. موجود على تردد 12.685، معدل الترميز 27500، والقطبية اتش او هوريزنتال او افقي. نيجي للقمر التالت معايا وهو الياهسات، موجود عليه قناتين فيريزيتش سبورت وموجود عليه فوتبول، على تردد 11.785، معدل الترميز 27500، والخطبية اتش او روزنتال او افقي. بكده ان شاء الله واحدة من التلاتة هتقدر تتفرج على المباراة بالمجان. تمنيات الجماعة بمشاهدة ممتعة، واشوفكم على خير في حلقة تانية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.